السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو النهاردة بقالنا كتير ما اشتغلناش بالريزن، فحب اوريكم الفترة اللي جاية كذا نوع من الصواني. والنهاردة الفيديو عن طريقة صينية خشب مصبوب عليها ريزن ومعاها احجار بشكل اللي انتوا شايفينه ده دلوقتي. هوريكم ان شاء الله التكنيك كله كامل، وانتوا تقدروا تغيروا في الالوان براحتكم. فما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتتابعونا، علشان هننزل الفترة اللي جاية فيديوهات كتير ان شاء الله. تعالوا نشوف الطريقة مع بعض. الاول احنا هنحتاج هنا في التكنيك ده ان احنا نحضر المادة قبلها بفترة علشان تكون تقيلة، يعني الريزن اي مادة ريزن. انا هنا مش هقول النوع قوي، انا مش هيفرق النوع معانا قوي، لكن الاهم في الموضوع انكم انتوا تحضروها قبلها بفترة عشان يكون تقيل. هنا احنا استخدمنا اللون اللي هو الكشمير، وكمان عزلنا الصينية بجيسو، دي مادة بتعزل الخشب علشان الريزن ما يمتصوش الخشب. في خشب نوعه معزول، وده هنزله لكم الفيديو اللي جاي، وفي خشب مش معزول. احنا هنا حطينا بس نقطتين من البيجمنت الابيض علشان يديله كده اللون ضي كده حلو، وهنقلب برضو كده. اللون برضو لسه ستيل خفيف شوية، فهنزود اللون نتقله، اللون اللي هو الكشمير. تقدروا تستخدموا درجات البحر او اي درجات انتوا محتاجينها، بس زي ما قلت لكم المادة اهم حاجة تكون تقيلة. زي ما انتوا شايفين هنا الصينية ملهاش حرف، يعني هنصب صب حر. الايدين بتاعت الصينية غلفناها، وبرضو من الصينية من تحت عملنا عليها بلاستر، يعني الايدين بلاستر والصينية نفسها بلاستر، وبنحط المسامير بتثبت الايدين، بس دي المسامير هنغيرها يعني لان هي طلعت طويلة شوية. فطريقة الصواني اللي هي المفتوحة دي ملهاش حرف صعبة شوية، لان احنا مش عايزين المادة تفضل تنزل على المفرش اللي احنا حاطينه ده، فمحتاجينها تبقى تقيلة شوية. وبرضو هقول لكم احنا هنعمل ايه علشان نقلل شوية من ان المادة تسيل. حطينا هنا برضو بلاستر، البلاستر اللي هو زي الورق ده اللي غلفنا بيه الايدين الصواني ده، برضو هنعمل على حرف الصينية كله زي ما انتوا شايفين كده، وهنحط بقى اللي احنا المادة اللي احنا عملناها طبقة بسيطة جدا، يعني يدوب بس تغطي الحرف السطح بتاع الصينية كله. زي ما قلت لكم كل ما المادة هتكون تقيلة هتبقى اسهل شوية انها ما تقعش على المفرش كتير، وحتى لو وقعت على المفرش مفيش مشكلة، انتوا ممكن تشيلوا الاجزاء اللي وقعت دي وتشتغلوا بيها في قوالب صغيرة، حلقان، حاجات كده. والحرف بتاع الصينية برضو اللزق اللي هو ملفوف عليها ده مش هيمنع نزول المادة تماما، يعني احنا مش بنحطه عشان يمنع نزول المادة، لكنه هيقلل شوية من انسيابها. هنبدأ نحط بقى درجات اتقل شوية علشان تعمل تجزيعات مع المادة الاولانية. هنا ده نفس اللون بس اللي هو الاغمق شوية علشان يعمل تجزيعات زي الرخام كده. زي ما قلت لكم الالوان دي اختيارية براحتكم، هو بس مجرد التكنيك. بالهيت جان كده هنشوف اي بابلز نشيلها، نزود بس كده التجزيعات علشان تبان اكتر. كل ما المادة تبقى اتقل الالوان مش هتخش في بعضها قوي. هنا بقى حطينا السيلفر. السيلفر ده عبارة عن جليتر خشن مع ريزن، وبرضو بنحط خطوط ونبدأ نوزعها شوية بالسيشور. خلي بالكو هنا التكنيك ده بيبقى محتاج كل فترة، يعني احنا مش بنشتغل كل مرة واحدة. الطبقة الاولى بتقعد شوية، وبعدين تحط الطبقة اللي هي الخطوط التانية، وبعدين الخطوط اللي هي فوقيها. كل فترة من دول بتقعد مثلا من ساعة لساعتين، لان احنا محتاجين ان يتداخل مع بعض بس مش يسيحوا في بعض والالوان تدخل في بعضها. هنا دي نفس المادة اللي انا بقول لكم عليها اللي هو الجليتر الخشن مع الريزن،
زي بيدينا اللون اللي هو السيلفر ده، بس يعني بيلمع شوية. وبرضه هنستخدم الجليتر الهولوجرام، بيدي ضي جميل جدا جدا، بس في الاخر هنرشه كده من خفيف على اساس انه يدي الضي. بس احنا هنا الاركان هنملاها بالسيلفر ده علشان اللي هنرص عليها الاحجار اللي انتوا شايفينها في الجنب دي، الاحجار دي هنرصها واحدة واحدة على المكان ده اللي هو حرف الصنيع. هنسيبها طبعا 24 ساعة، احنا بس هندخل الخطوط في بعضها لحد ما تنشف تماما. يعني الاحجار بتتحط اخر حاجة خالص، خلاص قربت تنشف بنحط الاحجار، يدوبك بس تمسك علشان ما تختصي وما تبقاش باينة. ما تنسوش انا هسيب لكم لينك الصفحة بتاعت ريحانة ريزن شوب، هم اللي عاملين الصينية دي وعندهم منتجات حلوة جدا، ياريت تشجعوهم وتتابعوهم على الصفحة بتاعتهم، هسيب لكم اللينك في الديسكريبشن بوكس. شغلهم انيق وجميل جدا وهتستفيدوا اكيد من الافكار بتاعتهم. هنا هنعمل بس تداخل بين السيلفر وبين الصينية، ودي خلاص بعد ما نشفت الصينية بصراحة طلعت روعة، والاحجار مديه شياكه كده جميله، واللون اللي تحتها فرق جدا اللي هو السيلفر اللي تحتها. يعني ادي الايدين بعد ما شلنا بقى البلاستر اللي عليها وطلعت ناعمه جدا الصينيه بصراحه، ملمسها وشكلها فخم جدا. التجزيعات اهي بصوا يدوبك بتخش في بعضها وبتعمل تجانس جميل جدا. بصوا الاحجار والضي بتاع الجليتر الهولوجرام عامل شكل جميل جدا اهو كده، عمل فوكس حلو اهو، متهيألي كده باين. بصراحة شكلها شيك يعني، احلى من المتوقع يعني، جميلة جدا. والايدين انتوا بتغيروها براحتكم طبعا، انتوا بتتحكموا فيها. المسامير احنا غيرناها وحطينا واحد اقصر شوية علشان يبقى مش باين من الخشب، ودهنا برضو الجزء الحرف ده بالسيلفر علشان يبقى الفينش بتاعها كده لطيف وجميل. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل الفيديوهات اللي بنقدمها. وياريت كمان تتابعوا بيج ريحانة ريزن شوب، هتستفيدوا منها جدا، وشجعوهم وهسيب لكم اللينك بتاعهم في الديسكريبشن بوكس. واشوفكم على خير الفيديو اللي جاي.